عند وليدي الوليد عنده مريض، مريض من الراس ومريض بالقلب، ودابا راني طلعت هاد النهار درت له ولدي اللي عنده 4 سنين، دخل في 4 سنين، وهاد النهار درت له ولدي اللي ريم ديال الراس، ودابا عاوتاني في شهر واحد عنده العمليه، عنده الراديون ديال القلب، وانا مريضه ولدي. شو الفتق كيبان لي في كرشي، والبزوله عندي مريضه، وما تلقاش ولدي لا باش نطلع ولا باش نهود، وانا عايشه غير في بيت واحد، حنا 8 نفوس وليدي. منين خلق 40 يوم خلق بهذا الشيء، منين راندي فو 3 سنين عماين، دابا هذا دليريم اللي درت له هنا عام عاد عطاوه لي، عاد لحقني هذا النهار راندي فو عاد درت له، انا عاد دخلت ولدي، انا عاد ياك من عيطتوا لي لقيتوني في الطبيب، تخنق الولده وليدي وتيتكريزا، ومني تيتخنق تيبقى يتعصب بزاف، وخصو الطبيب ديالو يشوفو تنطلعو، ما عنديش وليدي فعلا ما عنديش، الغالب الله الحالة حالة الله، هو مرض لي عاود الوليد الاخر ما لقيتش باش نطلعو، هاد الوليد هو تيعاني مريض بالقلب، انا مريضة ولدي، الا خططني الطاكسي ما نزيدش، خصني 1200 في النهار ديال المركوب، وما عندناش وليدي، حنا الحالة حالة الله، وتنطلب من الله وهاد المحسنين اللي راهم تيشوفو فيا يعاونونا ويشوفو فينا الله، حنا بيت واحد عايشين فيه 8 نفوس ولدي، عندي الوليدات كبار، واحد عنده 20 واحد 18، واحد وليدي عاد تيشد تيخدم شي شويه، وواحد تيتعلم في الصنعه تيشد 3000، واحد تيشد 4000 في السيمانه، وما كافياناش وليدي مع السيار مع المركوب مع كل شيء، ما كافيانيش وليدي. تيقولوا لامي حنا بيت واحد ضيق علينا وما تلقاو فين نمشيو، واحد تعقدوا لي الوليدات تعقدوا الوليد الكبير، تيقول لي امي انا لا خرجت ما نوليش نرجع، وتنخاف عليهم وليدي، ما تنعش تيدخلوا وليداتي حتى الناس تعقدوا لي في حياتهم، تنطلب الله من هاد المحسنين اللي راهم تيجيو فيا يعاونوني ويجيبوا من الحاله ديالي، راني عندي غير هما والله تعالى وتبارك، هما اللي ترجاهم وليدي، هما يحسوا بيا ويجيبوا الحاله ديالي ولدي، انتم تشوفوا انتم، انا حاليا لا ماكله لا والو، بغيت لقيت الراجل جاب لي ديك البركه مشى صور في لافيراي وجاب ديك البركه بها، طلعنا وجلسنا عندنا، الله حمدتك يا وليدي، ما عندنا حتى شي حاجه، حنا حاليا دابا الوليد تيقول لي فيا الجوع ماما، وتنطلب من الله ومنهم يعاونوني ويجازيهم الله بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.